الدولار الأمريكي يشهد تقلبا بتداولات يوم الخميس، واليورو يرتفع من جديد، وذلك بعد إبقاء البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير، فقد أبقى سعر الفائدة على القروض العادية للبنوك التجارية عند 0%. وعد أيضا البنك بأنه سيتخذ الخطوات اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي بمنطقة أوروبا. أما بالنسبة للعملات اليوم، فنجد أن زوج الدولار مقابل الين الياباني يرتفع من جديد ليصل إلى أعلى مستوياته خلال 3 أسابيع، وذلك قبل الإعلان عن تقرير العمالة الذي سيصدر بالغد. أما اليوم بالنسبة للتقارير الاقتصادية، صدر التقرير الأسبوعي حول طلبات الإعانة بسبب البطالة، والتي ارتفعت ارتفاعا كبيرا وب20 ألفا لتصل إلى مستوى 243 ألفا، ولكن في نفس الوقت نجد أن مستوى تسريح العمال قرب أدنى مستوياته خلال 45 عاما. سعر الواردات للولايات المتحدة يرتفع خلال شهر فبراير وللشهر الثالث على التوالي، يرتفع بنسبة 0.2%. الارتفاع بأسعار الواردات الشهر الماضي كان بسبب الارتفاع بأسعار المواد الصناعية والمواد الخام، ولكن أيضا بسبب ارتفاع أسعار منتجات المستهلكين. هنا بتداولات نيويورك نجد أن اليورو دولار مرتفع ب 0.1% وعند مستوى دولار $0.0549. الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي لم يتغير كثيرا وبقى عند مستوى دولار $1.2172. أما الدولار مقابل الين الياباني فيرتفع هذا الزوج وبنسبة 0.3% وعند مستوى 114.68، وهذا الزوج عليه تركيز اليوم. الزوج قد عزز من المثلث المتواصل ويتجه نحو مستوى 115.40، لذلك تريدينج سنترال تفضل الشراء فوق مستوى 114.35، ومع وجود الأهداف عند 115 ين ثم 115.40. أسعار المعادن منخفضة اليوم، ونجد أن سعر الذهب عليه تركيز. الذهب يتم تداوله في نطاق قناة هبوطية، ومؤشر القوى النسبية RSI يحد من ارتفاعه خط اتجاه متراجع، يفضل البيع دون مستوى المقاومة عند 1211.70، ومع وجود الأهداف عند 1200 ثم 1195. أخيرا سعر الفضة منخفض وبنسبة 0.3% وعند مستوى $17.25. كان معكم هدى عثمان من تريدينج سنترال ويب تي في من بورصة نيويورك.